أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول في السؤال الأخير: أحرمت من الميقات ولكني ما نزعت الثياب ولم ألبس لباس الإحرام، فأفتاني بعض أهل العلم أن علي فدية لبس المخيط وفدية أخرى لإغطاء الرأس، فهل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، عليك فدية، فدية عن تغطية الرأس لأن هذا محظور مستقل، وفدية عن لبس المخيط لأنه محظور آخر، عليك فديتان. تخير في كل فدية بين ثلاثة أمور: إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام، أو ذبح شاة في مكة توزعها على فقراء الحرم، فديتين عن تغطية الرأس واحدة وعن لبس المخيط ثانية، وكل واحدة أنت مخير فيها بين الأمور الثلاثة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.